لقد تكيف الإنسان والحيوان مع البيئة التي يعيشان فيها، ومع ذلك لم تكن مطالبهم كبيرة على هذه البيئة بقدر ما فرضته هي من تحديات عليهم. لقد شاءت إرادة المولى عز وجل أن يلتقي الإنسان والحيوان في صحراء مترامية الأطراف ليبدأ معا رحلة امتدت عبر الزمان والمكان. لقد وهب ملل الإنسان. تكشف المخطوطات القديمة أن الإنسان سخر الجمال لاستخدامات نافعة قبل ما يقارب من 3000 إلى 4000 عام، عندما استأنس الإنسان الجمل آنذاك. بفضل الجمل استطاع الإنسان أن يتوسع في رقعة الأرض التي يعيش عليها، كما أصبح بإمكانه العيش بعيدا عن المناطق الخصبة من الأرض. وبفضل الجمل بزغ إلى الوجود نمط جديد من أنماط الحياة يتمثل في حياة البادية في المناطق الصحراوية. وإدراكا منه بقيمة الجمل التي لا تضاهيها قيمة في صراعه من أجل البقاء، عامل الإنسان هذا النوع الفريد من المخلوقات بكل احترام وتقدير. وبحكم متطلباته المتواضعة وقدرته العالية على التحمل، استطاع الجمل أن يؤدي كافة المهام المنوطة به، وبالتالي أصبح صاحبا لسيده وليس عبدا له. وانطلاقا من الاحتكاك المباشر الذي نشأ بصورة يومية فيما بينهما، نشأت أواصر علاقة قوية لا حدود لها. وباحترام بالغ دعونا نستذكر الدرب الذي سلكه الإنسان والجمل معا لآلاف السنين. سلطنة عمان تتألف من مناطق صحراوية أو شبه صحراوية تشكل ثلثي مساحة البلاد، ومن سلاسل جبلية جافة ومجرد مساحات صغيرة من الأراضي الخصبة، مما يجعلها موطنا كلاسيكيا للجمال. بفضل موقعها الجغرافي المطل على المحيط الهندي، اكتسبت عمان أهمية كبيرة كمركز تجاري على مر العصور. لقد شكلت القوافل المتعددة حلقة الوصل بين شبه الجزيرة العربية والموانئ العمانية التي كانت بوابة التجارة البحرية المزدهرة مع الهند والصين وشمال أفريقيا. أصبح الجمل يعرف بسفينة الصحراء، فعلى مدار العصور شقت قوافل الجمال طريقها نحو مختلف الجهات دون كلل أو ملل، وهي محملة بالبضائع القيمة. وكان صوت قصائد الناس وهم على ظهور الجمال يتردد بين التلال وعبر قيعان الأودية. كانت قوافل الجمال تنقل آلاف الأطنان من اللبان من أقصى مناطق جنوب عمان المتمثلة في محافظة ظفار إلى الموانئ البحرية وإلى أماكن أخرى، وصلت إلى سوريا عبر ما يعرف بطريق اللبان. الحفريات قرب شصر وبار، والتي كانت ملتقى التجارة والطرق البرية على تخوم الربع الخالي،
مثلما هو الحال بالنسبة لبقايا الموانئ السابقة ببلدة البليد وسمهرم بالقرب من صلالة، ما هي إلا شواهد صامتة ولكن ذكرها تظل بارزة لماض عريق لمنطقة أطلق عليها الرومان بلاد العرب السعيدة. عندما كان الجمل في أولى أيام توطينه بمثابة حيوان لتوفير الطعام واللباس وكذلك النقل، إلا أنه ومع مرور الزمن نشأت علاقة حميمة بين الإنسان وهذا الحيوان. أصبح الجمل الصديق والصاحب للبدوي وشخصية أساسية في نمط الحياة الثقافية والاجتماعية له. اكتسب الجمل أهمية بارزة إذ أصبح مقياسا يهتدى به للزمان والمكان، فكانت رحلة بالجمال تحسب بعدد الأيام التي يقضيها الجمل في المسير، كما كان التعامل فيما يخص العقوبات ومهر النساء يحتسب بالجمال. إن كلمة جمل في اللغة العربية هي مرادف للجمال والثناء والاحترام. لقد نشأ أهم ما عرفته الثقافة العربية القديمة من على ظهور الجمال، فكما يقال كان المقياس الكلاسيكي للأدب العربي يوازي إيقاعه خطى الجمل، وكان أهم أشكال ذلك الأدب يتمثل في القصيدة بأبياتها المتناغمة التي لا نهاية لها، كما هو الحال بالصحراء التي لا نهاية لها. بقيامه بدور مهم في نشأة الثقافة البدوية وفي نقل الناس والبضائع بين التجار وكذلك في الغارات وفي زمن الحروب، ترك الجمل بصمة لا يمكن مسحها من مسيرة التنمية بالبلاد، وأصبح جزءاً لا يتجزأ من التاريخ العماني. وكصديق وصاحب وفي للإنسان على مر العصور، أصبح الجمل جزءاً من روح العمانيين وجزءاً من الثقافة العمانية. لقد أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه على الأهمية البالغة للتقاليد والثقافة العمانية في مختلف المناسبات وآداب وفنون ونحوها مما ينتقل. لقد كان واضحاً لدينا أن مفهوم التراث لا يتمثل فحسب في القلاع والحصون والبيوت الأثرية وغيرها من الأشياء المادية، وإنما هو يتناول أساساً الموروث المعنوي من عادات وتقاليد وعلوم وآداب وفنون ونحوه مما ينتقل من جيل إلى جيل. عندما تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد في عام 1970، بدأ عهد جديد ونهضة جبارة كانت فاتحة ميلاد فجر جديد. لقد جعلت الإنجازات التي أدخلها حضرة صاحب الجلالة والتي لا تعد ولا تحصى وما صاحبها من تطورات اقتصادية واجتماعية، جعلت حياة العماني أكثر سهولة ويسرى. كما تجلى الاهتمام السامي بالجمال في عام 1989 للميلاد، عندما أعطى توجيهاته السامية بإنشاء الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني، والتي تمثلت مهمتها في الحفاظ على الهجن كموروث ثقافي للسنوات القادمة.
وبالتعاون الوثيق مع البدو العمانيين للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم القيمة في هذا المجال، قامت الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني بأداء المهمة المنوطة بها باستخدام وسائل المعرفة الحديثة. سعيد الذي هو حقا من أبناء البادية طنة ويحب عائلته وإبله، مشى لأيام قاصدا مقر الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني ببلدة الفليج ببركة. لقد سمع عن الكثير مما تقدمه الهجانة وأراد أن يرى ذلك بأم عينه. لقد شعر سعيد وكأنه بين أفراد عائلته عندما التقى بالمسؤولين بالهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني، واعتراه إحساس وكأنه بين إخوته وذويه. ولم يمض وقتا طويلا حتى انغمس معهم في الحديث متبادلين الأخبار والعلوم. لقد كان يريد معرفة كل شيء عن مختلف المهام التي تقوم بها الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني. يقع مقر الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني ببلدة الفليج ببركة، التي تبعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة مسقط. تشكل أرضها الواسعة بمبانيها الإدارية وحضائرها المفتوحة موطناً لكافة سلالات الهجن المشهورة بالسلطنة. يعتني بالهجن أشخاص ذو خبرة عالية، معظمهم من أبناء البادية الذين بإمكانهم من أول نظرة تحديد سلوكها غير الطبيعي أثناء شربها أو أكلها أو تنظيفها. تم إنشاء مركز تحسين سلالات الهجن في عام 2001 للميلاد لضمان تحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية للجمال وتعزيز الطرق العلمية الحديثة للتكاثر، وذلك بغية تحسين السلالات العمانية ومن أجل إنتاج جمال تتحلى بأعلى الصفات الوراثية. إن إلقاء نظرة على قطيع الجمال يومياً من أجل اكتشاف أي علامات لوجود مرض وفحص الجمال وإدارة العلاج المناسب للجمال المصابة والشروع في اتخاذ أي إجراءات وقائية لحماية القطيع، تعد جميعها من المهام التي يتم القيام بها بصورة معتادة من قبل الأطباء البيطريين بقسم رعاية الإبل. يساند المركز مختبرات متطورة تقوم بمختلف الفحوصات المتعلقة بصحة الجمال. تختلف الجمال فيسيولوجيا بصورة كبيرة وفي مختلف الجوانب عن الحيوانات الأخرى، فهي تتميز بخصائص معروفة وفريدة مثل قدرتها على تحمل العطش لفترات طويلة وتحملها غير الطبيعي لضغط الحرارة، كما أن شكلها البيضاوي وخلايا الدم الحمراء بدون نواة تكسبها قدرة فريدة لتحمل الجفاف
أي نقص السوائل الشديد، وكذلك استعادة السوائل فجأة دون الإخلال بوظائف الجسم لديها. تقوم إدارة الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني باتخاذ القرارات ذات الصلة بسياسة التكاثر. ففي بداية كل موسم يقوم قسم الولادة بحصر الجمال والنوق، وذلك اعتمادا على خبرتهم ومعرفتهم بالجمال الأصيلة وأدائها السابق. تتوافق كافة برامج التلقيح التي يتم القيام بها بقسم الولادة مع أحدث الطرق المستخدمة في التكنولوجيا الحيوية الحديثة في مجالي التلقيح الصناعي والتلقيح الطبيعي. ويتمثل الهدف من ذلك في الحفاظ على الخصائص الوراثية المنشودة، مما يساهم في تحسين وتطوير القدرات الكامنة لأداء الجمال. تصبح الذكور جاهزة للتزاوج عندما يبلغ عمرها 6 سنوات فصاعدة، في حين يبدأ تنويخ الأبكار أنثى الجمال لأول مرة عندما يبلغ عمرها 4 أو 5 سنوات. يتم استخدام الطريقة التقليدية الأكثر شيوعاً في عملية التلقيح، إضافة إلى الطرق الصناعية الأخرى. يتم كشف الحمل لدى الناقة في أول 15 يوماً بعد التلقيح، وذلك عن طريق وضع الجمل أمام الناقة. ففي حالة الحمل فإنها تظهر عدم الرغبة في الذكر. بعدها يتم تأكيد عملية التلقيح عن طريق الأشعة أو فحص الهرمونات. في نهاية فترة الحمل التي هي في العادة تستغرق 12 إلى 13 شهراً، تقوم الأنثى بوضع حاش واحد فقط، والذي يظل لديها حتى موسم التنويخ القادم. من أجل تعزيز السلالات الأصيلة للجمال العمانية ورفع جودة الجمال في كافة أرجاء البلاد، تسمح الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني لمربي الإبل الخاصة بتنويخ نوقهم مجانا على الجمال الأصيلة التي تمتلكها الهجانة. في أيام محددة خلال موسم التنويخ الذي يمتد بين شهر أكتوبر وشهر إبريل من العام المقبل، يتوافد البدو ومربو الجمال الخاصة من مختلف أرجاء البلاد، ومعهم النوق المراد تنويخها إلى الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني لتنويخها على جمال منتقات تابعة للهجانة. الجمال العمانية التي تنحدر من سلالة الجمال العربية معروفة بسلالتها الأصيلة وخصالها العالية التي تفوق التصورات، مما يجعل الطلب عليها عاليا. فهي مشهورة بسرعتها وقوتها، وكذلك بطبيعتها الأنيقة، وهي تشبه في خفة حركتها بحركة الغزال، فضلا عن خاصية الصبر التي تتحلى بها. من أجل الحفاظ على أصالة السلالة فإنه يحظر تماما التنويخ على الجمال غير العمانية. تسمى الجمال وسلالتها بأسمائها، وتحمل الاسم نفسه والعلامة والوسم الذي يخص القبيلة التي قامت بتربيتها، سواء أكانت هذه الجمال تستخدم للركوب أو النقل أو للحم أو للحليب أو للسباق. ووفقاً للصفات البدنية التي تتميز بها من حيث الجنس والعمر واللون، أو وفقاً للخلفية الجغرافية التي أتت منها. من بين أشهر السلالات للجمال العمانية الشهبار، والتي هي جيدة للعرضة وتنتج كميات كبيرة من الحليب، وكذلك سمحة والغزيل وضبيان، والتي تفضل للسباق.
الجمال هي عطاء الله للإنسان ومؤلفة بين الناس. يتم الترحيب بممثلي الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني بالطريقة التقليدية، ويتم إكرامهم بتقديم القهوة بالهال والتمر أثناء زياراتهم. بدءاً من عام 2005 تم تسجيل كافة جمال الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني بوضع شريحة إلكترونية صغيرة عليها وتوثق إلكترونياً، وهذا يشتمل على الجمال التي يعتني بها مربو الجمال الخاصة. سواء أكانت صغار الجمال الحواشي تابعة للهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني أم لمربي الجمال الخاصة، فإنه يتم تدريبها وفق برنامج تدريبي خاص بوحدات خاصة اعتماداً على الاستخدام المخطط لها. على الرغم من أن الدروس الأولى مثل الإمساك بها ووضع قطعة ثوب عليها وإناختها قد لا تبدو مريحة للجمال غير المتمرسة البالغة من العمر عامين، إلا أن هذه الدروس لا مفر منها إذا ما رغب المالك في الحصول على جمل مؤدب ليفعل ما يريد إذا طلب منه بعد إكمال ما يقارب 6 أشهر من التدريب. التدريب الأساسي تعقبه دروس خاصة تتعلق بالدور المستقبلي للجمل، والتي تستغرق من 6 إلى 10 أشهر من التدريب المتواصل. حسن، هذا الناقة كويسة صراحة، تمام ومشكور. سمع سعيد عن مزرعة لتربية الجمال في مدينة بدية، يقوم صاحبها بتربية جمال السباق وتدريبها بطريقة مجربة ومختبرة لأجيال من مربي الجمال. بتوجيه من مدربين يمتلكون خبرة عالية، وبوجود إحدى الجمال المؤدبة الأكبر سنًا والتي تستخدم كنموذج لأداء الدور المنشود، يتم تدريب الجمال الصغيرة للركوب والسباق. أما السرعة فإنها في العادة ناتجة عن الجينات الوراثية للجمل، وأما بالنسبة للقدرة على التحمل فإنه يتم التدريب عليها بصورة منتظمة حتى مشاركة الجمل في أول سباق له عندما يبلغ 4 من العمر. في كل يوم صباحاً ومساءً يخرج المدربون للتدريب ومعهم 6 إلى 8 جمال لتدريبها على الركض بصورة متسقة وسريعة لمسافة 20 إلى 30 كيلومتراً في اليوم. الاعتناء بالجمال وتنظيفها أمران في غاية الأهمية، فحتى هذه النشاطات يتم القيام بها بوجود جمل مدرب. يتم تركيز اهتمام خاص للغذاء المناسب للجمال أثناء إعدادها للسباق، إذ يقدم لها من بين الحبوب الأخرى البرسيم والشعير، وهي تضاف إلى حليب البقر بصورة منتظمة، وكذلك التمر.
منذ عام 2003 للميلاد قامت الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني بتنظيم سباقات الهجن في مختلف أرجاء البلاد بالعمل عن قرب مع المسؤولين من مختلف الولايات. يقوم المنظمون بمناقشة كافة الإجراءات الضرورية التي يتعين القيام بها قبل بدء السباق. تعد السباقات التي تجرى على مدار يومين للهجن والتي تضم سباقات محلية وأخرى وطنية تعد أحداثاً مهمة لكل منطقة. الجمال التي يفوق عددها 100 جمل إضافة إلى الأشخاص الذين يركبونها تبين بجلاء على أن الجمال لا تزال إرثاً حضارياً في مختلف أرجاء البلاد. تنص قوانين السباق على ألا تشارك في سباقات الهجن إلا الهجن العمانية الأصل التي يجب أن تكون ملكاً لأشخاص عمانيين، كما يقتصر ركوبها على العمانيين دون سواهم والذين هم في الغالب أبناء مالكي الإبل. وفي السباق يتم استخدام الراكب الآلي، وبمعرفته كافة خصائص جمل السباق يستطيع المدرب عن طريق الراكب الآلي حث الجمل على تحقيق سرعته القصوى. تتواصل الأفراح والأهازيج في أيام السباق، وتتجلى مساهمة المسؤولين من الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني في مختلف مناشط السباق، كتسجيل المشاركين وإعطاء كل مشارك رقم السباق الخاص به، في حين يكون مالكو الهجن ومدربوها مشغولين بالقيام بالتحضيرات النهائية استعدادا للسباق. تمشي السيارات بمحاذاة مضمار السباق، حيث تركض الجمال باتجاه خط النهاية بسرعة تصل من 35 إلى 40 كيلومترا في الساعة. واعتمادا على عمر الجمل تشارك الجمال في سباقات تزيد مسافتها عن 4 أو 5 أو 6 كيلومترات. تساهم في الوقت الحاضر تكنولوجيا البث الحديث في جعل المشاهدين يتابعون السباق بأكمله عند خط النهاية على شاشة كبيرة. إضافة إلى ذلك يتم بث السباق حياً على الهواء على قناة FM خاصة للمستمعين. تقوم الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني بتوفير تسجيل كامل للسباق إلى المالكين والمدربين كخدمة خاصة لهم. عندما ينتهي السباق يتم فحص أفضل 3 جمال فائزة في السباق للتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية تحت الشداد، مع أخذ عينات منها لفحص وجود أي منشطات بدمها. أهم ما يميز سباق الهجن في عمان هو عدم السعي وراء المكاسب المادية بقدر ما يسعى إليه المشاركون نحو السمعة والشهرة التي يحظون بها في حال الفوز. يزداد الطلب على الجمال العمانية الفائزة في كافة أرجاء العالم العربي، لذا يكتسب مربو الجمال والقبائل التي تنتمي إليها الشهرة من جراء ذلك. هذا ما يجعل الجمال الفائزة تباع بمبالغ عالية، مما يشكل ذلك مصدر دخل إضافي لمالكيها. بغض النظر عن المنطقة التي يقام فيها، يحظى السباق باستقبال حار من قبل مربي الجمال والسكان المحليين على حد سواء. فالارتباط الوثيق بالجمال يتناغم في كل مكان، كما يسير الصغار على خطى آبائهم. يتوج موسم السباق بمهرجان سباق الهجن السنوي بمضمار الهجانة السلطانية بالفليج بولاية بركة، الذي يحظى بدعم سخي من لدن المقام السامي
حفظه الله ورعاه. إدارة الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني قد تنظر بفخر إلى نجاح موسم السباق بمعدلات المشاركة المتزايدة والشعبية المتنامية للمشاهدين. يمثل حضور ضيوف الرفيعي المستوى وكأنه احترام وتقدير للمنجزات التي يحققها أي مشارك في السباق. تقسم السباقات الفردية في المهرجان التي يشارك فيها ما يزيد عن 100 جمل حسب فئة العمر لكل جمل. إلا أن الحدث الذي يكتسب أهمية خاصة يتمثل في السباق النهائي، والذي هو عبارة عن منافسة ودية بين كبار السن وهم على ظهور الجمال، مما يعكس الروابط بين الأيام الخوالي والتطورات الحديثة في الوقت الحالي. يستمتع الحضور بالعروض التقليدية والمناظر من برنامج العروض التقليدية برفقة موسيقى الهجانة والخيالة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني التي تتخلل السباقات الفردية، مما تعكس بعدا آخر للأنشطة التي تطلع بها الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني. الجمال مخلوقات ذكية للغاية، وبإمكانها أن تتعلم مجالاً واسعاً من المهارات. بعد جلسات التدريب المضنية تظهر بجلاء القدرات الهائلة للجمال في عرض الجمال المثير الذي يؤديه موظفو الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني. إن ركوب الجمال في تشكيلات متناغمة ورقص الجمال على أنغام الموسيقى وقيادة العربات والفرق الراكبة تبين بجلاء مدى العلاقة الوثيقة بين المدربين وهذا الحيوان، كما أنها إشارة بارزة لمدى الثقة التي يتحلون بها والسعادة التي تغمرهم. العرضة هي عرض من العروض المثيرة لخفة الحركة، فهي تعكس صورة لمدى التناغم والفرحة التي تغمر المشاركين، كما أنها ثمرة من ثمار ساعات التدريب الطويلة. ويتجلى أداء الجمال في المهرجان السلطاني للفروسية والهجن، والذي يقام في محافظة مسقط كل 5 سنوات. وهنا تترك الجمال والخيول المشاركة في المهرجان انطباعا كبيرا لا يمكن أن ينسى على الإطلاق، وهي تدخل ساحة العرض بتناغم تام، راسمة صورة رائعة ومؤدية التحية للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وضيوفه الكرام.
بديهيا تشكل الغرضة والشداد المزخرف جزءا لا يتجزأ من العدة التقليدية للجمال. بتشجيع من الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني، تقوم البدويات وبكل جد واجتهاد بنسج الشداد والمحقبة والغرضة باستخدام الطرق التقليدية بأيديهن وبكل حب، ولأنه يتعامل مع شيء ثمين وقيم، يقوم ناسج الشداد بالتعامل مع كل جزء من أجزاء الشداد، ويعدل بحذر الأجزاء المتضررة بأصابعه، مرددا القصائد والأشعار التي تعكس حبه للجمال. سواء أكان في البادية أم في الجبل أو في الوادي أو في الساحل، تتواجد الجمال في كل منزل وفي مختلف أرجاء البلاد. حوالي نصف أعداد الجمال الموجودة في عمان، والبالغ عددها 117,299 جمل، يمتلكها البدو من محافظة ظفار. توفر نسبة عالية منها اللحوم والحليب، مما يجعلها اقتصاديا مهمة للغاية. بولادتهم في الفضاء السحيق للبادية وترعرعهم مع الطبيعة ومع الجمل، يعتز البدو بموطنهم الأصلي، ولا يزالون يثمنون الجمال في عصرنا الحالي كأساس عيشهم. السلام عليكم. إن كرم البدو ليس له حدود تماما كما هو الحال بالنسبة للصحراء، فإكرام الضيف أمر مقدس لا مرية فيه للبدوي. لا يزال العديد من البدو يتجمعون حول مواقد النار تماما مثلما كان آباؤهم يفعلون في الأيام الغابرة، محافظين على عاداتهم القديمة ومتبادلين القصص والأخبار، ويرددون بكل فخر القصائد والأشعار عن رفاقهم الأوفياء. لقد حافظ بدو الجبال على صديقهم الوفي الجمل، واستمرت علاقتهم به حتى وقتنا الحاضر، ويقومون بنقل قطعان الماشية من وقت لآخر من المراعي الجبلية إلى الأودية، ويراقبون قطعان الماشية وهي تسرح في المراعي، محافظين على أغلى ما يملكون لديهم. لعل أحد الأحداث أهمية في محافظة ظفار المسابقة السنوية لإدرار الحليب، والتي تجرى قرب مدينة ثمريد، والتي تشرف عليها اللجنة المنظمة التابعة للهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني. يشارك في المسابقة أعداد صغيرة من النوق تتراوح بين 25 و35 ناقة في مختلف الأماكن، ولكن تجرى جميعها في نفس الوقت، وتشمل النوق من سلالة الحزاميات وغير الحزاميات. بالنسبة للبدو القاطنين في هذه المنطقة، فإن هذه المناسبة تشكل نجاحا لبرامج تربية الإبل لديهم، كما أنها ذات أهمية اقتصادية أيضا.
يعشق البدوي الإبل ولا يتردد أبداً في الثناء والمديح بجمالها. هذا العشق نابع من الفضاء السحيق للوحدة والحنين، فما يميز المعنى الحقيقي للجمال القيم الداخلية، والذي يكتمل بالثقة والإخلاص المتبادلين. مسابقة الإبل الجميلة في محافظة ضبط، فما يميز المعنى الحقيقي للجمال القيم الداخلية، والذي يكتمل بالثقة والإخلاص المتبادلين. مسابقة الإبل الجميلة في محافظة ظفار ما هي إلا واحدة من الأحداث التي تفوق الوصف. تقسم الإبل إلى فئات حسب عمرها، ويقوم المحكمون باختيار أجمل الإبل وفق خصائص ومواصفات محددة مسبقة في جولة مبدئية وأخرى نهائية، ويشاركون في مناقشات صاخبة، ويهنئ بعضهم بعضا عندما يتم اختيار الإبل المفضلة لديهم للجولة القادمة، أو حتى للمشاركة في حفل التتويج والاستعراض كواحدة من الإبل الفائزة في المسابقة. لا يتم الحكم على جمال الإبل بصورة موضوعية، إذ يختلف مقياس الجمال من منطقة لأخرى. وبتقديمه إبله الفائزة في مسابقة الجمال بفخر، يصف مربي الإبل الذي هو من منطقة الباطنة ثروته الثمينة، ولا يتوقف عن الإشادة والثناء عليها. يتغنى بأجمل إبله وكأنها عشيقة بالنسبة له، وإلا لما فازت في مسابقة المزاينة والجمال وجلبت الشهرة والفخر له ولبيته. الكثير من الأحداث في الحياة اليومية تعزز مدى عمق العلاقة بين الإنسان وهذا الحيوان. سعيد الذي هو أحد أبناء البادية يروي قصة تبين الإخلاص الحقيقي للإبل اتجاه صاحبه. للتعبير عن بالغ امتنانه لمعروف قدمه له، وعد بدوي أحد أقاربه الذين لا يسكنون بقربه بأن يهديه جملا. وبقلب مليء بالحزن فارق البدوي جمله المفضل لديه. بعد عدة سنوات رجع الجمل إليه بنفس الطريقة التي غادر بها. وتقديرا لولاء ووفاء هذا الجمل لصاحبه، كان قريبه مستعدا لأن يعيده إليه، إذ أنه وعلى طول السنوات التي قضاها الجمل معه لم يكن سعيدا على الإطلاق، وكأن الجمل أصيب بحمى الحنين للوطن. بالفعل سعيد لديه الكثير من القصص ليرويها، وهي تبين مدى أواصر العلاقة المذهلة بين البدوي وهذا الحيوان. إحدى هذه القصص تظهر كيف أن عمه علياً أخذ جمله معه إلى واد بعيد لجمع شجر الغضب الذي تصنع منه الحبال والحصر. وخلال توقفه ربط كالمعتاد حبلا برجله ورجل الجمل واضطجع للنوم. وفجأة أيقظته حركات الجمل، وكان مستعدا للدفاع عن نفسه في لمح البصر، فكان الجمل الحارس الشخصي
والعين الساهرة له. في حين يعتبر البدو الجمل وكأنه صاحب وفي لا يمكن الانفصال عنه، يقوم آخرون بتربية الجمال لأغراض اقتصادية من خلال بيع لحومها، مما توفر مصدراً لضمان عيشهم. فأسواق المواشي ما هي إلا رمز للأهمية القصوى التي يوليها مربو الجمال للجوانب الاقتصادية. فمن الناحية التقليدية يتم بيع المواشي في هبطة عيد الأضحى المبارك في مختلف أرجاء البلاد، وتشتهر سناو والتي هي واحة من واحات المنطقة الشرقية بسوق الماشية النشط فيها. فإلى جانب الخراف والغنم والأبقار يتم بيع الإبل كأضاحي للعيد اقتداء بنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوم آخر مميز من أيام السنة هو ما يحدث في سوق بدية التي تقع على تخوم رمال الشرقية. فهذا المشهد وما يصاحبه من عرض مختلف المنتجات بما في ذلك الهريس إضافة إلى الحلوى العمانية، يعكس منظرا من مناظر الشرق العربي المليء بالأحداث المثيرة. يتمثل الحدث الرئيسي خلال هذه المناسبات التقليدية في العرطة، فهذه إحدى العادات العمانية التي تحرك مشاعر المشاهدين وتضفي السعادة لهم. فالعروض التقليدية لمهارات ركوب الجمال تؤكد أهمية الاحتفالات بالأعياد لدى كل المسلمين. وفي مضمار مستقيم يصل طوله إلى 200 متر يتحرك الراكب ومن على ظهر الجمل في حركة متناغمة مع راكب آخر، مبينا المهارات التي يتحلى بها هؤلاء الراكبون في السيطرة على جمالهم. في حين كانت العرضة في السابق وسيلة من وسائل التسلية بعيدا عن الحياة اليومية للبادية، أصبحت الآن جزءا من الموروث التقليدي العماني. يمثل أكبر مهرجان يقام على شرف الإبل في عمان في مهرجان استعراض الجمال بالفليج ببركة، والذي تنظمه لجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني. أكثر من 1200 جمل تشكل منظراً جمالياً رائعاً يسر أنظار المشاهدين. فالجمل والإنسان يلتقيان مع بعضهما البعض ليحكيا قصة لا نهاية لها عن العلاقة التي تربط الإنسان بهذا الحيوان، عبر ركض العرضة في العروض التقليدية المتمثلة في الأغاني والأهازيج، وكذلك في الاحتفال الختامي.
إن المحافظة الحقيقية على التراث لن تتم ولن تكتمل إلا بإعطاء كل مفردات هذا المفهوم حقها من العناية والرعاية. بفضل المساعي الحميدة للحفاظ على القيم والتقاليد العمانية، شمل الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه الحفاظ على الجمال والعناية بها. وبنظرة حضرة صاحب الجلالة الثاقبة أقبل فجر جديد على عمان، يتمثل في توفير الإمكانات الضرورية والعزم الأكيد في تحقيق هذا البرنامج الطموح الذي يجمع بين التطورات المعاصرة والتراث التقليدي للبلاد ضمن منظومة متناغمة من التعايش بين هذين الجانبين. إنه لتشريف عظيم للهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني أن تأخذ على عاتقها القيام بهذه المهمة بكل عزم واقتدار، وأن تكون الراعي الحقيقي للحفاظ على الجمال كموروث ثقافي، كما أنها تقدم خدمات جليلة لهذا الوطن. بالنسبة لسعيد، فإن اليوم الذي أمضاه بين أروقة الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني اكتسب أهمية بالغة عنده. لقد أدرك واكتشف في الوقت ذاته أن مستقبلا زاهرا ينتظر الحيوان المحبوب لديه، إنه الجمل. إنها مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يلتقي الإنسان والجمل، وأن تطأ أقدامهما الدرب نفسه عبر شتى الأزمنة والأمكنة منذ ذلك الوقت. وبتوفيق من المولى جلت قدرته، فإنا نسأله وهو العلي القدير أن تستمر هذه العلاقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.